مين يقدر على الهلال؟ لسه توي قايلكم الهلال تحطه في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بيلعب مرتاح. يا سلام يا سلام، مالكم؟ انتهى الكلام انتهى الكلام. دقيقة 90 حسب الامور مالكم، ويا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة سار الليل يا ابو ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان، حياكم الله، معاكم احمد يا اخوان. رجعتكم اليوم ردة فعل على نهائي كأس السوبر السعودي الاتحاد للمرة السادسة هذا الموسم يلعب امام الهلال بعد 5 خسارات من الهلال. المرة السادسة بإذن الله اليوم حتكون على اللقب مباشرة بعد البطولة العربية المرة الأولى، الدوري ذهاب وإياب، في آسيا ذهاب وإياب. اليوم في النهائي الهلال إن شاء الله راح نضرب ونتوج باللقب بإذن اليوم بإذن الله اليوم على حساب الاتحاد. اليوم كلاسيكو يا إخوان، نهائي ثاني أيام العيد، كل عام وأنتم بخير. ان شاء الله يعيدوا علينا وعليكم بالصحة والعافية بالمن والبركة. الهلال في التشكيلة ما في اي تغيير على التشكيلة، فقط صالح الشهري مكان الحمدان، هذا هو الفارق عن تشكيلة ممكن لودي على حساب ياسر الشهراني كمان. يعني لودي وصالح الشهري اساسيين، باقي ما تبقى كلنا بنعرف التشكيلة. الاتحاد كمان يلعب تقريبا بافضل اللاعبين الموجودين باستثناء جوتا على الاحتياط، صالح العمري يلعب اليوم اساسي. هتنسون يا اخوان لايك اشتراك في القناه، تفعيل جرس الاشعارات عشان كل جديد في القناه. يا جاياردو يا جاياردو، اليوم خساره اخرى يا جاياردو راح تكون ثقيله جدا جدا. مشكله الاتحاد تحسن بعد ما جاء جاياردو، هذا شيء واضح واكيد رغم الغيابات ورغم الاصابات، لكن الاتحاد تحسن. ولكن مشكلته انه قام يقابل الهلال، هي المشكله، قابل الهلال في الاسيويه وقابل هاي في النهائي اليوم. يعني صعب جدا جدا تواجه الهلال هذا الموسم في هاي الفورما. الهلال يعني تحطه حاليا في دور ربع نهائي دوري ابطال اوروبا يلعب مرتاح مع الانديه اللي موجوده في ربع النهائي، صدقني ما قام اجامل الهلال، مش لاني هلالي لا، صدقني تحطه في دور الثمانيه حاليا في دور ربع نهائي في دوري ابطال اوروبا حيلعب مرتاح وممكن يصعد لنصف النهائي ضد اي فريق بيلعب. منظومه خياليه، منظومه كره قدم عصريه، ضغط عالي، جيسوس رهيب، الختيار رهيب جدا. يا سلام يا سلام، مالكم؟ انتهى الكلام انتهى الكلام. الهلال 1-0، يا سلام يا سلام، مالكم؟ يا السلام الشهري، يا السلام الهلال، انتهى الكلام انتهى الكلام. يا الله يا مالكم، يا الله يا مالكم، يا الله يا مالكم، كم هو مظلوم يا جماعة، كم هو مظلوم بين المحترفين الأجانب اللي ما أخذوا حقهم في الإعلام ولا في السوشيال ميديا. رهيب، شوف شوف يا الله، شوف مراوغة كانتي، شوف التوغل، السرعة، المهارة، الخذوات، الحطة، الإنهاء، الفينش، يا إلهي يا إلهي. برازيلي وأسمر برأس سامبا، يس يا معلم يا كبير، يا معلم يا كبير، 1-0 للزعيم. مين يقدر على الهلال؟ لسه توي قايلكم الهلال تحطه في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بيلعب مرتاح مرتاح. هذا فريق يلعب في دوري ابطال اوروبا يا جماعه، والله العظيم 1-0. حلوين حلوين يا اخي، ما شاء الله ما شاء الله مالكم. تحطه يسار يبدع، تحطه يمين يسجل، تحطه 9.5 بيراوغ وبيسجل وبيصنع، تحطه 9 مهاجم رقم 9 بيسجل وبيخدم المنظومة، وعين الله عليه، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. يا هي يا إلهي، لسه فارس عوض مذكرني لسه في مواجهة 7 هذا الموسم في نصف نهائي كأس الملك. الاتحاديين ما عاد لهم نفس في كرة القدم من وراء الهلال هذا الموسم. يا ساتر الحمد لله، لطريسي يقول ما فيها شيء، يا ساتر والله. ممكن فيها لودي، هسه بنشوف الفار، اتوقع فيها ركله جزاء، ممكن فيها ركله جزاء. لودي الحمد لله مد قدمه ما لحق الكره، لودي مد قدمه كمان وما لحق الكره، الاثنين ما لحقوا الكره.
فهل ودي عاق حمد الله؟ يا الله يستر، بس الله يستر ان شاء الله ما يكون فيها شيء. هاي اللقطة ركلة جزاء واضحة، ركلة جزاء واضحة، هذا الشيء توقعته، قلت لك بس ليكون لودي مد رجله وضرب رجل حمد الله، ركلة جزاء واضحة يا جماعة. المغربي أمام المغربي، آخر ركلة جزاء ضيعها حمد الله، آخر ركلة جزاء أمام التعاون بيضيع، حيصولها بونو. بونو برا، يا الله يا بونو يا بونو، خذها على الطرف دخيلة، الله يا زلمة خذها على الطرف يا بونو، رجعتها أمامه، رجعت الكرة صحيح صديتها يا بونو، لكن رجعتها أمام حمد الله، خذها على الطرف، صدها على الطرف يا أخي. يا علي البلاي يرحمني يا أخي، شتت شتت، لا تلعب بالكرة دخيلة، الله يا زلمة تفكر حالك سيرجيو راموس أنت، العب يا زلمة شتت دخيلة الله. يا سلام يا مالكوم، يا سلام يا سلام يا الله، يا إلهي، يا هدف، أجمل هدف في التاريخ، ممكن ممكن كان ممكن من أجمل الأهداف في التاريخ، يا إلهي يا سالم، لو سجلته يا الله كان بالنسبة لي واحد من أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم، لو سجل هذا الهدف، لو سجل يا سالم، لو سجل يا سالم، المعيوف حرمنا، المعيوف حرمنا من الهدف الأجمل، يا إلهي يا إلهي. نيفيس مالكم مالكم، سالم ماي سالم ما، يا الله يا الله يا الله، ما اعتقد فيها ركلة جزاء يا جماعة، ما فيها ركلة جزاء، لأن بنزيما لما ماسك الكرة في راسه وراحت لايده وراحت بعدها لايد كوليبالي، فما اعتقد فيها ركلة جزاء، ما اعتقد، يعني انا بالنسبة لي ما يعني ماني مقتنع فيها انه ركلة جزاء، لا العب، ايوه العب، لانه لمس الكره في راسه، ويد بنزيما كانت يعني مش انه مقصوده، او يد بنزيما كانت يعني مثل النازله، مش مقصوده رافعها لحتى يعرق المسار الكره، او لا لا ما اعتقد فيها ركله جزاء، قرار الحكم تصوري انه صحيح يعني. سالم سالم سدد، يا سالم يا سالم يا سالم يا سالم، تسلم رجلك يا سالم، يا إلهي أسطورة، والله العظيم أسطورة من أساطير كرة القدم سالم الدوسري يا جماعة، يا إلهي والله العظيم أسطورة من أساطير كرة القدم سالم الدوسري، ما شاء الله تبارك الله، لعيب 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 لعيب، حريف حريف الدوسري، يا الله يا اخي، لسه بتحسب سالم الدوسري محلي يا اخي، السبب من اسباب هيمنه الهلال وسطوه الهلال على الالقاب هو سالم الدوسري، هو محلي ولكن يعتبر لاعب اجنبي، ولا اجنبي من الطراز الرفيع، من الطراز العالي، من كلاس اي مثل ما بيقولوا، يعني لاعب كلاس اي، يا زول يا الله يا سالم، يا الله يا سالم يا حيف، يا الله يا الدوسري، حرفنا حرفنا حرفنا، ايوه 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 يا معلم، ايوه ايوه 2-1 2-1 اخوان، سبب من اسباب سيطرة الهلال وهيمنة الهلال هذه الموسم خصوصا، وسلسلة الانتصارات وعدم الخسارة في الدوري، هو جيسوس اكيد ومنظومته، لكن منظومته اللي خلت كل اللاعبين شغالين بيعطوا 200% من مجهوده، يعني شوف سامي الدوسري هو اسطوره من اساطير الكره السعوديه، لكن هذا الموسم سامي الدوسري غير يا جماعه، غير يا جماعه، او ماي كوم، هذا الموسم غير سامي الدوسري، هذا الموسم اسطوري، رغم انه تقدم في العمر سامي الدوسري، لكن هذا الموسم اسطوري، ويعني حرفيا هو افضل جناح في الدوري، لا تقول لي ساديو ماني، ولا تقول لي رياض محرز، ولا تقول هو يتفوق عليهم كلهم، عنده امكانيات، عنده مهارات، عنده قدرات، مع جيسوس، مع توظيف جيسوس الصح والمنظومه الصح، لا هو يتفوق على كثير لاعبين، انا بقول لك مش لاعب محلي، فسبب من اسباب سيطره الهلال انه عنده لاعبين محليين، ولكن هم
بالنسبة إلي أنا هم أجانب، مش لاعب محلي عادي سامي الدوسري، هو بالعكس أفضل من رياض محرز هذا الموسم، أفضل من ساديو ماني، أفضل من كثير لاعبين جايين فترة الانتقالات التاريخية في الصيف. نفس اللي ينطبق على ياميشيل الثالث، اللي ينطبق على سامي الدوسري نفس الشيء بنطبق على سعود عبد الحميد يا جماعة، نفس الشيء، لاعب خرافي أسطوري بيلعب في أوروبا مرتاح مريح سعود عبد الحميد، نفس الأمر سامي الدوسري. فلذلك هذا جزء من وسر من أسرار قوة الهلال هذا الموسم مع جيسوس. يعني شفنا سافيتش، نيفيس من أول موسم، متروفيتش، سعود، كوليبالي، بونو، كل لاعب يقدم 200% في الملعب من جهد، من إمكانيات، قدرات، توظيفها في داخل المنظومة. يا أخي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. المفروض نضربه بهدف ثالث يا جماعة، لسه في تقريبا 5 دقائق، ضيعنا فرصتين تقريبا بعد الهدف الثاني، هدف سالم. المفروض لسه فيها كمان 5 دقائق تقريبا في الوقت بدل الضائع، المفروض نضرب بهدف ثالث نقدر، لأنه الاتحاديين اهتزوا بعد الهدف الثاني، المفروض نضغط أكثر راح نسجل هدف ثالث. صدقوني لو ضغطنا واستغلينا أخطائهم وحلاك حتى في أخطاء، لأنه اهتزت الثقة عند لاعبين الاتحاد، لازم نخلصها بهدف ثالث قبل نهاية الشوط الأول. يلا يا رب. لا 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 يوحش يا الله على شنب، شوف وين راجع يغطي شنب، شوف وين راجع يغطي شنب، يا إلهي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله انفراد لبنزيمة، شنب واقف قدامه. أي أدوار يا سافيتش، أي أدوار في الملعب يا سافيتش. يلا يا صالح، سالم لسه خطيرة، لسه شنب شوف مالكم مالكم الثالث، يا الله والله كنت متوقع هدف ثالث، لكن مالكم بعرها مالكم بعرها، ما فيها شيء يا مالكم، لا يا مالكم، يا الله. بداية الشوط الثاني يا جماعة أعتقد إنه هدف ثالث نخلص فيه الأمور، يعني المفروض نسجل هدف ثالث، يعني نضغط شوي نستغل فرصنا ونسجل هدف ثالث نحسم فيه الأمور إن شاء الله. تنتهي ممكن 3-1 4-1 يعني 4-2، اعتقد فرق هدفين راح تنتهي المباراة، والله اعلم. يا سلام يا ميشيل، دخل لعب ضيعها، ضربها في سالم الدوسري، يا الله يا ميشيل، اتوقع ضربت في سالم الدوسري، عمل الصعب كالعادة والسهل ما قدر عليه، توغل ولعب أكثر وراوغ أكثر من 3 لاعبين من الاتحاد، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، بالإنهاء حبيبي والله. يا سلام، لعيب سالم، لعيب. هاتون يا الله يا شنا، يا الله على التسديد، صاروخ، كان ممكن يلعبها لميشيل، لكن يا شوف الكرة، يا الله على القائم، يا الله على العارضة يا شنب. يا سلام يا سعود، مالكم حط، يا الله لو عدت لسان شنب يسدد على الطاير صاروخيه. يلا هدف ثالث يا شباب، حاسس الهدف الثالث قريب، حاسه قريب. يا الله يا سلام، كنه يا الله، ليش عم نضيع الفرص، ليش نضيع فرص يا اخي، العب في الحمدان، ليش لعبت في كنه قلب هجوم، كنو قلب هجوم يا جيسوس الله يسامحك. مع السلام يا كنو. ميشيل ان شاء الله تعرف تتعامل مع الكره،
سالم ياه يا سالم، هذه في الراس. يلا معليش معليش، حلوة 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 حلوة، العرضية حلوة، لكن هذه بدها صالح، بدها متروفيتش، بدها هداف، بدها سافيتش. اوه وين سافيتش؟ وين سافيتش؟ هذه كرات سافيتش، لا يا سافيتش هذه كرات سافيتش. يلا ميشيل مرتدة، مالكم، هيو اجي سعود، اجي سعود، لا عيب سعود. يا الله، ممكن خرجت الكرة يا سعود، تأخرت فيها يا سعود، ومالكم ما عرف يسدد، حرام يا أخي، انهوا المباراة بهدف ثالث. اوه خرجت الكرة يا سعود، نسي الكرة. مالكم حطها. يا الله يا الله يا الله عليك يا مالكم، والثالث خلاص يا وحش. ايه لعيب لعيب، شوف كيف الكنترول، اللمسة، وفتح مجال للتسديد واخذ الزاوية. يا الله يا الله يا الله عليك يا مالكم، لعيب حرفنا البرازيلي، حرفنا اليوم ثلاث اهداف، حرفنا ثلاث اهداف، شيء على احلى طراز من المهارة، القدرات، الفنيات، امكانات، هدفين من مالكم وهدف من سالم. شوف يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة، امام حجازي وامام المعيوف، يا ابن اللعيبة يا مالكم، يا ابن اللعيبة يا مالكم، يا ابن اللعيبة يا مالكم. يا الله ثلاثة خلاص، ثلاثة، حسم الامور في التسعين، في الدقيقة 90 حسم الامور مالكم. ويا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة، سار الليل يا ابو ثلاثة، يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة، سار الليل يا ابو ثلاثة، في بضبي لا ترحموهم، سار الليل يا ابو ثلاثة، هلال بتش عيونهم، سار الليل يا ابو ثلاثة. خلاص خلاص ارحمهم يا هلال، دخيل الله الاتحاديين، والله حقكم تقرفوا كرة القدم يا زلمة. ما هو كل بطولة الهلال يطلع لك قدامك، شوف فيه لسه في كأس الملك، لسه في كأس الملك يا أخي، خلاص يا هلال. الحمد لله رب العالمين، أول بطولات موسم، أول بطولات في الموسم، اليوم بدأ موسم الحصاد والحمد لله رب العالمين. تغلب على النصر في نصف النهائي، في النهائي يضرب الاتحاد، الحمد لله رب العالمين، أول بطولة هذا الموسم، ألف مبروك لجماهير الهلال، أول بطولة، والخير لقدام، لسه الخير لقدام إن شاء الله. يا سلام يا شنب، يا سلام يا صابي، صابي دخل توغل، الرابع 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 الرابع، يا الله ما شاء الله، ما يهدون، ما يشبعون، ما شاء الله ما شاء الله، ما يشبعون، ماكينة ماشية ماشية، السافيتش ما يهدى، 3-1 ومش مهدي، ويدخل ويتحرك ويتوغل، يا ساتر يا ساتر يا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. شوف سافيت، شوف سافيت، الحمدان بوم، اجى كملها ناصر، خلاص بالرباعية 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 بالرباعية، يا إلهي يا هلال يا إلهي، ما شاء الله تبارك الله. يا اخوان صراحة يعني والله العظيم شو ما حكيت كلمات صعب توصف هذا الهلال، ما شاء الله، يعني هلال مبهج، ممتع، مفرح، جبار، قوي، مرعب، سفاح، ما يعني صراحة الكلمات قليلة، والله كل الكلمات قليلة، خصوصا إذا بدي أذكر أربع لاعبين في الهلال، قائمة المنظومة عليهم، صفر نهاية المباراة، قائمة المنظومة عليهم نيفيس، سافيتش، سالم، مالكم، نيفيس، سافيتش، سالم، مالكم، يعني ما شاء الله تبارك الله، ما بعرف كيف أوصفهم هذول الرباع، يعني كل الشغل اللي قايمين فيه بنلعبهم عن طريق هذا الرباع، طبعا معاهم سعود عبد الحميد. ألف مبروك يا أخوان جماهير الهلال، أول بطولات هذا الموسم رسميا الهلال، يفتتح عداد البطولات هذا الموسم، طبعا بطولة الدوري شبه محسومة الأمور فيها، لسه بقالنا الكأس يا الاتحاديين، والله هذه السنة والله الاتحاديين غالين علينا حبايبنا هاي، بس هذه السنة الهلال مش شايف حدا قدامه يا إتي. هارد لك لجماهير العميد، ألف مبروك للأمة الهلالية يا اخوان، هذا الفوز باللقب، ولا تنسون يا اخوان دعمنا باللايك، الاشتراك في القناة، تفعيل جرس الجرس، كل جديد، كل عام وانتم بخير،
سلام عليكم.